عقد مجلس النواب الليبي جلسة بمدينة بنغازي لبحث تطورات أعمال لجنة 6+6 المعنية بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. من جانبه قال المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب إن اللجنة تناولت خلال جلساتها 89 مادة بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكانت لجنة 6+6 قد أعلنت في وقت سابق أنه تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.